مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى